ماشي غير انا بوحدي، المغرب كامل خارج الوطن وداخل الوطن، باش انسان تخرج على لقمه العيش وتكرفص بحال هاد القبه الطريقه هادي. حنا ماشي في القرن الجاهليه، تبارك الله حنا راه في 2024 وكل واحد تيعرف قانونه وكل واحد تيعرف اللي عليه واللي ماشي عليه. باش هاد السيده تكرفص ما عجباتكش صيفطيها لدارهم، علاش تكرفص كله البنت بحال داز على طراكس؟ راه ماشي غير انا بوحدي، راه المغرب كامل، الناس كاملين مستنكره هادشي دات هاد السيده هادي. راه داري صغير وشافها يقول لك عيب وحرام عليها، وكنتمنى ان شاء الله باهي في القانون، وحنا واثقين في القانون ان شاء الله ما غتاخذ غير الجزاء ديالها. انا ماشي الجاره بالضبط، بيني وبينها ثلاث العماط. انا مشيت سولت، انا نهار اللي شفت داكشي بالليل اللي كامل ما نعش، داكشي اللي قالوا عباد الله هو اللي كاين واللي قالوا الشهود، ما كاين حتى حاجه، البنت ما كتبات في والو. اللي قالته البنت واللي قالوا الشهود ديال مراكش واللي قالوا الشهود ديال العماره ديالها هو اللي كاين. صافي السيده كانت طاغيه عاجبها راسها، انا ما فهمتش. نقدر نقول هي مريضه وحتى راجلها مريض، نقول راجلها مريض حتى هي مريضه، راه بجوجهم. وحتى الولد كان تيضرب، انا دويت مع كنزه في التليفون، حتى الولد عنده 14 عام كان كيضرب. حتى هو هاي هي كنزه حدانا سولوها حشومه. السيده هي وراجلها يا كيتناولوا شي حاجه يا شي حاجه مخربقه عندهم، ما فهمتهاش. حيت من المستحيل تشد بنت دير لها ديك الطريقه بحال داز على طراكس، من المستحيلات. راه كنضربوا بنادم تناكلوا عصا تصريفيقه، ولكن هي راه تحدات الحدود. او راكم بقات معاها شركة تقتلها، ما بقى بينها وبين القتل والو والو، كاينه ما كايناش. هاي دابا حالتها حاله، هاي باقا عندها اوبيراسيون ديال النيفه، هاي ودنيها ما بقاش كتسمع بها. شنو هاد الشيء؟ كاع حنا مشيو نخدموا عند عباد الله يديرولنا بحال هكا، كنا خدامين عند الناس. ها اللي مشى يخدم على لقمه العيش نتكبسوا عليه حنا بحال هكا، اولا انا نجيب خدامه ندير لها بحال هكا. بحال ويمكن هذيك حسن مني انا وحسن من اي واحد، هذه كنزه حسن منا كاملين. انا كنشوف حسن منا كاملين، ما صفرات ما سرقات ما البنت غاده على الحلال تقلب على اول نوبه. وقالوا لها قال لها خاله اول نوبه كتخرج البنت من دارهم، اول نوبه كتخدم، الا ما غسلتكش كاسوره مزيانه غدا غتغسلها، علميها بشويه بشويه. هادشي اللي كنعرف انايا. هاد البنت دابا هاد البنيته غتهرس يديها وتغرس نيفها وتهرس شقه في دماغها، ياك دير هادشي كامل باش تكذب. في كاينه هادي في عمرها كانت في التاريخ، كي غدير هاد البنت غتهرس الضلوع اللورانيين ديالها، وكي غدير تهرس هاد الضلعه هادي، كي غدير تهرس نيفها. حنا كتقيسنا غير الشوكه كنقفزو. هاد البنت غدير شي كامل زعما باش علاش؟ شنو هو المشكل؟ شنو هو المشكل؟ الناس باينه فيهم دراوش ومعقولين. راه قال لك واحد المثل سماهم على وجوههم، فهمتي؟ اش غادي هذيك ياخذوا من عندها هذيك درهم زيد والله ما ياخذوا من عندها بالله. هذيك هضره خاويه وكاين بعد اليوتيوبرات شنو نقول لك داوين خاويين، الله يهدي ما خلق وصافي. ماشي كنعرفها هي، انا سولت كيما الناس تعرفي حنا محمديه صغيره، وانسان كتكون غير واحد جوج خطوات بينك وبين كلشي داوي كلشي كيهضر. انسان كان طاغيه وبوان فينال. الطاغيه هي باينه الطغيان ديالها وباين، ها هي حدانا بنيتها كلها بحال داز عليها تران، كاين شي حاجه اكثر من هكا؟ ما كايناش. انا ما كنعرفهاش شخصيا باش ما نكونش كذابه، باش ما نزيدش من سولت عليها تما، سولت تما قالوا لي راه طاغيه وهادي وهادي، داكشي كاع اللي قالوه الشهود عليها كاين 100%، صافي سالينا. واللي قالته كنزه كاين، واللي قالوا خاله واللي قالوا خوها كاين، الناس ما كذبوش عليها. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.